مختلف. تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بأفراد فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من وضع حد نشاط 4 أشخاص يحترفون ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية وسط شباب المدينة، وذلك خلال عمليتين نوعيتين شهدتا حجز 720 قرص من الأدوية ذات خصائص مخدرة، 16 جرام من مادة الكوكايين، 3 أسلحة بيضاء محظورة، مبلغ مالي ناهز 250 مليون سنتيم، هو حتما من العائدات الإجرامية. ملفين جزائيين أعدى ضد المشتبه فيهما الذين تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف صباحة اليوم. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.